زكريا زكريا، ثقة والدي، فيق تفطر، فيق والدي، فيق واش هاش وفيق، فيق يمشي عليك الحال. أنا في خانة مضطربة. شويه عليك هذا انت على صحتك الله يخليك. بس فطره ولدي بنينه الشلوي دابا ني راني مزروب شحال الحال. يلا الوليد الله يرضى عليك يا وليد. السلام عليكم. بقيتي شوية؟ ما نشتلكش دابا واحد شوية ونجي نوريك كيفاش تصوبي. كيبقى شي الوالدة؟ شوية الدواء هذا؟ شنو هذا مور الماكله ولا قبل؟ ما عرفتش وليدي باك اللي عارف جا هو خرج هنا هو غيجي. فين مشى؟ ما عرفتش وليدي فين مشى. الو الوالده. لا الواليد هذا ديالك صافا كيما داير؟ الحمد لله. اخبار خير الوالد؟ عافاك اجي دغيا للدار. اه راه عندي شي حاجه تخص اخبار المرض ديال الوالده ديالك. ايه وافقوا لها على طلب التمويل باش يعالجوها. كيفاش؟ وافقوا لها على طلب التمويل باش يعالجوها. واش بصح؟ طلق راسك. يلا يلا ويلي شي 20 دقيقة ونكون معك دابا. يلا بس يلا سلام. الله يسمح لينا وصافي.